الواحد يسأل سؤال يقول فيه أنه مظلوم، ظلمه واحد، فيقول أنا لي عليه مماسك، هل أفضحه؟ استأذني، فقلت لا والله الفضيحة أنا ما نأيد الفضيحة، كل إنسان عنده عيوب وتحتاج أنت لستر الله، ومن وسائل ستر الله أنك تستر، من ستر مسلما ستر الله بدون آخر، وجزاء من جنس العمل. لا نتبع أسلوب الفضائح، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يفضح الناس بل أمر بالستر. طيب أدعو عليه، إن كنت مظلوما من حقك أن تدعو عليه، فالمظلوم دعوته مستجابة، اتق دعوة مظلوم أن ليس بينه وبين الله حجاب. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وقد أرسلوا إلى كفار من الكتاب مشركين، أرسلوا إليهم ويقول إيش؟ وإياك ودعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب. ادعو إذا كنت مظلوما، لكن عندي اقتراح أحسن الدعاء على الظالم، وهو ادعو له، ادعو له سبحان الله أن أصلحه الله، رفع الظلم عنك وربما رجع لك حقك. وأنت الدعاء، الدعاء يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الدعاء هو العبادة، لما تدعو أنت تعبد الله بهذا الدعاء، وقد ينفعه الله بدعائك. ومن أسباب استجابة الدعاء، الدعاء للأخ بظهر الغيب، هو ما يسمعك ويقول الله يهدي، الله يصلحه، الله يسامح، الله يغفر له، ملك موكل يقول آمين ولك بمثله سبحان الله. ثم اللي يدعو حق للظالم اللي ظلمك، الطيب نفسه، تصور بعض الناس ظالم فلان ظلم يعني واضح بين، واللهم شل الأركان، اللهم، ويشوف هذا كل يوم تزين حاله، هو يقول اللهم اطمس بصره، ويشوف كل يوم أمور تزين، ينقهر زيادة، صح ولا أليس كذلك؟ اليوم ننتظر، اليوم يتشل، اليوم ينكسر، اليوم يصير له حادث، اللهم احرقه مع اولاد، ما احترق، اولاده كلهم ناجحين وتفوق، يعني يضيق خلقه زياده، صح ولا لا؟ لكن يقول الله يهدي، الله يغفر له، ترى الامر صعب، ها؟ الامر صعب، لكن يحتاج الى ماذا؟ الى رياضه، الى تدريب. يعني ممكن انسان ينظلم ينظلم، ها؟ يتدرب يتدرب يتدرب. بعض الناس يقول لا، في ناس من تعفو عنه يزيد. تدري من اللي يقول لك هذا فلان اذا عفيت عنه يزيد؟ الشيطان. الشيطان يقول عفيت يزيد، يقول في وسوسة يقول يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الشيطان يقول لا، إذا عفيت عنه معناك خايف منه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله رحمة العالمين يقول لنا العفو يزيد عزة، الشيطان يقول لا، من تطيع؟ تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي إذا أنت عفيت عنه يزيد، خلاص أنت لا تقول إني عفوت عنك، بينك وبين نفسك اعفو عنه، لأن بعض الناس فعلا لو تقول عفوت عنك إيه هذا يعفو يكمل كلها، ترى ما عفو عنك، ترى مو ألا تقول ما عفو عنك، قول أنا ترى لي حق عليك، ترى اقتص الله من حسناتك، إن نفع به نفع، إذا ما نفع أنت اعفو بينك وبين ربك إنك عفوت عنه. وإذا عفوت لا تلزم الناس، تعال تبي أسامحك اعلن انك اخطيت بحقي، واعلن انت تبي تعين على طاعة الله. بعض الناس لا، لو اعتذرت له قال لا تعال مجلس فلاني، ولا طلع مقطع صور نفسك يقول انا اخطيت بحق فلان، لكن يركب راسه يقول لا يوا روح ما انا معتذر لك اصلا انت الغلطان. هذه خبرة في الحياة، ها، لما تعيش وتشوف بعض الناس يسامح جزاه الله خير، لكن ايش فصفح الصفح الجميل، كيف يسامح؟ يقول شوف انا المره مسامحك، ترى كان بامكاني ادوس على راسك، كان بامكاني ورا الشمس، انا لو هذا واحد غيري كان سوى ولا انا كذا، وين مسامح انت؟ شقيت شق، وين مسامح؟ هذا مسامح. لكن يوسف عليه السلام ماذا فعل في اخوته؟ القوه في غيابه الجوب، صور بير وظلام وما تدري شنو فيه، هو ثعابين، هو دواب، تعرض
أشد إهانة يتصورها الإنسان، أنه ها بيع بثمن بخس، ثم تعرض لفتنة النساء، ثم أرمي في السجن، وكذبوا عليه وحرموا من والديه، لما تمكن من إخوته قال لا تثريب عليك. تسمع هذا تثريب؟ إن حتى كلام عتاب ما في. هذا العفو. وتجي تجي واحد تبرد قلبك فيه وتقول بس هالمرة خليتك، إيش خليت؟ هذا غلط. اعفو لله عز وجل، تعاملت مع الله عز وجل، ابشر بالخير. ربنا جل وعلا يقول فمن عفا واصلح فأجره على الله. كم؟ قال على الله. صور يعني أكرم الأكرمين بيده ملكوت السماوات والأرض، يقول لك أجرك عليه. يعني لو واحد كريم معروف وعنده خير ونعمه ويا ما عطى ناس، يقول اتركه بس وحقك إذا عندك أنت مضمون. فكيف إذا رب العالمين اللي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول أجرك عليه؟ اعفو. هذا من الأعمال اللي لم يحدد الله أجرها، لكن أحال إلى نفسه، والله أعلم كم سيعطيك. ومنها الصوم، قال فإنه لي فأنا أجزي به. الصوم رب العالمين قال أنا أجزي به. والثالثة الذي يهاجر في سبيل الله فقد وقع له على الله. والرابع الصبر، إنما في الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يعطي الحسن عشر أمثالها، لا يعطي شيء، الله أعلم به. فمن الأشياء هذه يا أخوان العفو، إذا عفوت يعطيك الله ما لا يعلم الله. لكن بعض الناس ما يفهمش معناته أن الله يعطيه، يظن يعني واحد أكل عليه 1000 عفيت عنه أنتظر يعطيني ربي 2000. لا، يمكن الله يعطيك صحة، يعطيك الله ستر، يمكن الله ينجيك من حادث من حريق، يمكن الله ينجيك من فضيحة، يمكن الله يحفظ بناتك، يحفظ خواتك، يحفظ سمعتك، يمكن الله يحفظك في دينك فتزداد طاعة واستقامة. خزائن الله ملأة، يعطيك ما لا تعلم. هسه بالضرورة ضرب عليك واحد ب1000 تنتظر ان 2000، ما تدري ايش يعطيك الله عز وجل. وآتاكم من كل ما سألتموه، وانت كل شيء محتاج له، ها محتاج الى النفس، الى الدم، الى الهواء، الى النظر، الى السمع، الى الستر، الى الطعام، الى الشراب، حاجاتك كثيرة ما دمت حيا. فيعطيك الله ما لا تعلم. لك اعفو واحسن ظن بالله، ادعو الله عز وجل، والله يوفقنا وياك. اي تفضل. الله فيكم. يعني من اعظم اسباب الاستقامه او الاستمرار ثبات الاستقامه هي تدبر القران. لو تعطونا بارك الله فيكم مثال تدبر القران. جزاك الله خير. افلا يتدبر القران ام على قلوب اقفالها؟ الان في دعوه في الحقيقه ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب. يقول بس مو تقرا، تدبر. لو تقرا صفحه واحده تتدبر احسن ما تقرا المصحف كله. الان في دعوه ولها دعاتها ولها مقاطع ولها مجالس يدعون الناس الى ترك قراءه القران بحجه ايش؟ تدبر. هذا القرآن كتاب مبارك. إيش تحمل كلمة مبارك هذه؟ لم يعلق الله البركة في شيء منها، بل في بركات علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. قراءته بركة، سماعه بركة، تدبره بركة، الاستشفاء به بركة، تحكيمه بركة، تدبره هذا جزء من بركات القرآن وفوائد القرآن. تدبر، لكن ما يعني أنك ما تقرأ. أرأيت لو أعجميا باكستاني ولا إندونيسي ولا كذا يدخلون مسابقات، يأخذون بعض المراكز المتقدمة، صح يقرأ القرآن كله لكن ما يفهم منه شيئا، يقرأ ويجوده حتى أخطاءهم قليلة. لماذا؟ ما يبدل كلمة مكان كلمة، لأنه مو عربي. يعني نحن الآن لما ممكن واحد يحفظ كلمة لين رددته، ممكن مرة حطها لين رجعته، هذاك ما يعرف عربي، رددته رجعت ما يعرف. واحد مرة قرأ والتين والزيتون صلى إمام من الشباب، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا مسكين سوى، قال فله
جزاء باقي مدها بعد جزاء غير. ليش حط جزاء مكان أجر؟ لأنه حطها بالمعنى. العاجم هذولي ما يعرف أجر، ما يعرف أن أجر معناه جزاء، يحفظها جزاء جزاء، أجر أجر. لكن السؤال لهم أجر ولا ما الأجر على القراءة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن الحسنة عشر أمثالها. من قرأ، ما قال من تدبر، من قرأ. فالقراءة ذاتها عبادة لله، يكفي أنك اقتطعت وقت من عمرك وجعلته في القراءة، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. التدبر هذا قدر زائد، تأتي تدبر إلى طلب علم. شلون أتدبر؟ أقرأ التفاسير، أتعمق في اللغة، أشوف أسباب النزول، الجمع بين الآيات. يعني التدبر هذه مرحلة، مش حتى للمبتدئين. كل ما إنسان زاد علمه وكذا، المبتدئين يحتاجون القراءة، إلى حفظ، إلى تجويد. اللي تقدم شوي يصير عنده علم أكثر، يطلع يقرأ مفردات تفاسير، في تفاسير مختصرة، في تفاسير متوسطة، في تفاسير مطولة. فالعلم بالتعلم، كيف تدبر؟ تعلم، عارف شلون تدبر. لكن نحن الآن بصدد هذه المشكلة اللي انتشرت عند كثير من الناس، وها مخطط أن ما هي قراءة، تدبر. لو تدبرت نص صفحة صفحة وجه واحد أحسن تقرأ القرآن كله. ليه؟ لا منافات أصلا. شو المانع أنك تقرأ القرآن كله وتتدبر نص صفحة؟ يعني ليس بالضرورة إذا تدبرت ما راح تقرأ، وإذا قرأت ما راح تتدبر. بل أصلا كثرة القراءة تعين على التدبر. وكان بعض العلم إذا أراد يفسر القرآن يقول ربما قرأ الوجه اللي راح يفسره اليوم 70 إلى 100 مرة، يعيد يكرر يكرر، يتأمل يتأمل، قراءة. فالتدبر بطلب العلم. نعم الله فينا. شيخ سمالي، في ناس تكون صلاة المساجد بسبب كورونا. إيه. هذا عذر يعني. لمتى؟ إلى متى تارك صلاة عشان كورونا؟ طيب ترى هو هذا عذر، لكن هل هو ترك كل الاختلاطات ولا فقط الصلاة للكورونا؟ شفت هذا صحيح. يعني حتى أن بعض الناس أول ما فتحوا المساجد وعاد الناس تباعد تباعد الجميع صح، ثم يسلم عليه خشن يعني أنت بالصلاة ماخذ مترين وحق السلام عطا. يعني في نقطة الحساسية، فهذا مشكلة. لكن أنا اللي شايف يعني الآن ما في صاحب قرار متشجع أو يتحمل مسؤولية يقول يلا عيدوا الصفوف، يخاف أنها تطلع منه وتصير مشكلة بعد تعلعت، عرف؟ لا. لكن إحنا نقول صل، حافظ على صلاتك، استعين بالله، قول أذكار التحصين خاصة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أضل في السماء والسميع العليم، في الصباح والمساء وأنت طالع بسم الله توكل على الله حول الله بالله. طعم إذا مقتنع بالتطعيم، ومقتنع كيفك ما لنا شغل فيك. المهم يعني خذ بالأسباب وتوكل، حافظ على الصلاة والله كريم. في واحد يقول يعني إيش تعليقك على عدم الحج السنة أو انفتاح الحج؟ أول يا إخوان يعني أنا ليس بالضرورة لازم أعلق على كل شيء، وما كلفني الله بذلك. وبعدين القرار مو بقراري حتى إيش ها ليش ساكت ليش متكلم، إيش دعوة متصنفين مستأذنين. يعني هذا الأسلوب اللي كل ما حصل شيء تعال علق عليه، هذا خطأ، خطأ كبير. لكن بعض الناس خلاص حاطك في باله هذا ما يتكلم هذا ها، فلازم يبيك تتكلم كل شيء، لأن اعتادوا على الواحد يتكلم على كل حدث. فأولا يا أخوان، المسلم والله الذي لا إله إلا هو يحمد الله أنه لم توسد إليه مسؤوليات سيسأل عنها يوم القيامة، ليس الأمر بالهين. ونحن الآن بذكر موضوع الحج، أنتم تعرفون قبل فترة ليست ببعيدة صار في اجتماع ديني هندوسي في الهند، وجاهم البلاء ودمرهم يمكن 1,000,000 صح ولا لا؟ سمعت هذا كلكم ها؟ طيب يعني الآن الحمد لله أن الأمر لم يوسد إلينا فنسد. إن منعنا الحج، لو إحنا نوسده إن منعنا الحج قالوا ها يمكن الله يسألنا شيء منعتم الحج، ما خليتوا الناس صديتهم عن بيت الله وكذا كذا، يلي فيكم يلي فيكم، يمكن الله يحاسبك. وإن ما منعت الحج وجو الناس وضربهم اللي ضرب التجمع للهند،
تعال بعد مسؤولي عليك، شلون فتحت وخليت الناس في الو... وانت عارف انه في وباء وكذا وكذا، مسؤولية ابيكم تصورون، شايف المسؤولية ايش كبرها، مسؤولية كبيرة. فالله اذا الله عافاني وعافاكم من ان هذا القرار ليس بيدي ولا بايديكم، ولن يسألنا الله عز وجل إن منعوا الحج أو سمحوا به، فالحمد لله نحمد الله. الآن في دول تتربص كافرة ومسلمة، زين يا إخوان، تتربص بالمملكة أن هذول ليش ماسكين الحج، ليش ما يصير فيه تدوير الحج؟ شنو تدوير يعني؟ يعني كل سنة أو سنتين تمسكها دولة، يعني سنة السعودية، سنة مثل مصر، سنة إيران، سنة تركيا، سنة باكستان، سنة إندونيسيا، ها؟ تصوروا يعني العين على المملكة ليش؟ وتكلموا الناس لها منصات ولها وسائل إعلام ولا إلى آخره، من زمان الكلام، الآن زاد طبعا. تصوروا لو أن مثلا فتحوا الحج وصار وباء وصارت الوفيات باليوم 4,000 5,000، موقفهم سيكون ايش؟ في غاية الإحراج، لازم في ناس تتربص فيهم. فالناس هؤلاء ما يعجبون شيء، ان اجتهدوا ومنعوا استقبال الحجاج بالوفود الكبيرة من كل فج وعم، من كل فج وايش؟ من كل فج، لا من كل فج الى اخره. المهم ان منعوا الناس من كل فج ومن كل مصر، كل واحد يأتي بالبلاء اللي عنده، بعدين كيف سيواجهون الكارثة هذه؟ ستجد من يتكلم وشوف وشوف وشوف، قتلوا الناس طاشوا ما اخترزوا ما سووا، وإن منعوا الحج قالوا شوف صدوا عن سبيل الله ما خلوا الناس. فنحن يا أخوان الله معافينا من هالمسؤولية، لا منعنا أحد ها وتحمل المسؤولية، ولا سمحنا لأحد وماتوا الناس تتحمل المسؤولية. أحمد الله عز وجل. ليس بالضرورة كل حدث عالمي دولي تعال أنت أدلي بدلوك تتكلم، في أشياء ما تدركها والله، في أشياء أحيانا داخل البيت أنت ما تدري ليش فلان طلق زوجته، أنت ما تدري، عاد هي طيبة وهو طيب، عاد كذا وكم يشهد لهم، شلون حصل بينهم طلاق ما تدري، يقول البيوت أسرار، ليش حاط الناس جدران هو بيته، كيف أنت تدري إيش السياسة اللي حاصل؟ ما تدري والله، لا دافع عن أحد ولا جامل أحد، لكن هذا واقع. ولو دافعت عن المملكة ترى تستاهل مدافع عنها، ترى أنا واحد من ثمراتها، ما تعلمت التوحيد اللي أرجو أن يدخلني الله بالجنة إلا من علماء المملكة وكتب المملكة، وما علمت الناس إلا بعد ما استفدت من علماء المملكة، ولا ها ناكل وننسى، علمونا التوحيد. تعرف ايش التوحيد؟ التوحيد اعظم شيء يعرفه الانسان في دنياه ويتمتع باثره في الاخره، ما بعده شيء. من علمنا التوحيد؟ مشايخ المملكه، دعاه ايش التوحيد، هذا شيء عظيم. فكون احنا تعلمنا واستفدنا، كيف ما يصير لهم حق علينا؟ الناس ما تتركك، راح تتكلم، معطينا ما معطينا، خليه يتكلم، احنا نجمع حسنات، ان عفونا عنهم حسنات وان لم نعفو حسنات، ربحاني ربحاني والله العظيم، ربحاني ربحاني، لان الناس ما تسكت، ما سكتوا عن الله ولا رسوله حتى سكتوا عنك. لكن هذا الان اعيد واكرر، منعوا الحج او ما منعوا هذه مسؤوليتهم، ان اصابوا واجتهدوا واصابوا لهم اجران، وان اخطاوا فلهم اجر. الحمد لله لم يوسد الأمر إلينا ولا نتحمل، لا منعنا أحد ولا إيش جمعنا الناس وصابهم ما أصابهم. نعم تفضل. بس عندي سؤال بخصوص الصلاة. الصلاة في ناس الحين شيخ مثلا جماعة رجال قاعدين بالديوانية أذن وقام يصلون جماعة بالديوانية، ها يعني لا يذهبون المسجد ويصلون جماعة في بيوت جماعة وخلاص ما ندعي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين لا يخرجون إلى الصلاة أن يحرق عليهم بيوتهم؟ كان بمقال يقول يا رسول الله احنا نصلي جماعة، فالصلاة سنن الهدى، يقول مسعود علم النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وسنن الهدى أن نصلي في الجماعات حيث ينادى لها،
إذا الرجل أعمى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة يلائمني إلى الصلاة، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجدك رخصة. وفي رواية قال فحي تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحيهما لا أجدك رخصة. يعني كيف تعمر مساجد الله عز وجل إذا كل الناس صلى ببيتهم جماعة وما في أي مشقة؟ فلا، هذه دعوة خطيرة جدا. جماعة، طيب اذهب صل جماعة، لماذا تصلي في بيتك؟ الله المستعان. شيخ أنت تسمح في المسألة صلى الله عليه وسلم في صلاة التباعد المساجد، أحيانا إذا دخل المسبوق دخل المسجد في الصف الأخير يكون ممتلي ومتباعدين، فهل يصلي منفرد خلف الصف؟ لا، إذا وجد فرجة مناسبة يدخل فيها. لو صلىها كان صلىها منفرد خلف الصف تحصل كثير، إذا ما يستطيع إلا هذا فتصح صلاته، كذا يستطيع وجد فرجة يدخل فيها. خلاص يا شباب يا عيال، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.